لدينا سائق ذهب للحج مع حملة، وأخبروه بأن كل شيء عليهم، وعند إتمام المناسك طلبوا منهم قيمة الهدي، فالبعض رفض بحجة أنه قارن. ويبقى السؤال، هل يلزم القارن الهدي، حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن ورجع إلى البلدة ولم يذبح، فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه الهدي؟ نعم، القارن يجب عليه الهدي كالمتمتع، وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحد يعرفه في مكة ليشتري له شاة ويذبحها هناك في مكة، يأكل منها ويتصدق.